يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات والمزيد. يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من أمام بوابة معبر رفح. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث نتابع بالطبع دخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، ونتابع أيضا خروج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وأيضا نتابع خروج مزدوجي الجنسية. بينما نحن نتحدث ربما الآن السيارات الخاصة بالسفارات المختلفة متواجدة أمام بوابة معبر رفح المصرية لاستقبال مزدوجي الجنسية الذين يعبرون عبر بوابة معبر رفح المصرية من خلفي، ويتوجهون إما إلى الفنادق هنا في مصر أو يتوجهون مباشرة إلى المطارات ليذهبوا إلى بلادهم، حيث استحبطهم السفارات هنا من أمام البوابة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا هي خروج أو دخول الشاحنات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح المصرية، حيث تذهب إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال، ثم بعد ذلك كانت تدخل إما من معبر كرم أبو سالم بعد المجهودات المصرية القطرية من قبل لدخول المساعدات عبر كرم أبو سالم، أو حتى عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية. ولكن خلال الأيام الماضية أصبحت تدخل فقط عبر معبر كرم أبو سالم، نظرا لوضع قوات الاحتلال معوقات كثيرة وكبيرة لدخول هذه الشاحنات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح المصرية. أما فيما يتعلق بتوقف دخول المساعدات من الجانب المصري فهذا ليس صحيح، فهنا تدخل المساعدات الشاحنات عبر البوابة المصرية، وتخرج أيضا عبر البوابة الفلسطينية من الناحية الأخرى. لذلك المعبر المصري هنا يعمل بشكل كامل لدخول المساعدات وخروج المساعدات، ولا يوجد أي منع أو توقف دخول المساعدات عبر بوابة معبر رفح المصرية. النقطة الأخرى أيضا هي خروج المصابين. نتحدث بالطبع عن خروج يعني عدد كبير من المصابين، خرج بالأمس ما يقرب من 18 سيارة إسعاف، واليوم أيضا ما زالت سيارات الإسعاف تقف في المنطقة الفاصلة بين الناحية المصرية والناحية الفلسطينية في انتظار استقبال الجرحى والمصابين والأشقاء في فلسطين، يتم استقبالهم في المستشفيات المصرية. بالإضافة لذلك أيضا المنظمة العربية لحقوق الإنسان جاءت اليوم ومتواجدة الآن بوفد لمتابعة ورصد الأحداث ومتابعة ورصد دخول الشاحنات الإغاثية المختلفة عن طريق مجهودات الهلال الأحمر المصري، عن طريق بوابة معبر رفح المصري. لذلك هي تعمل من هذه الناحية إما الزيارات أو استقبال الشاحنات الإغاثية. وأيضا خلال حديثنا مع سائقي الشاحنات رصدنا يعني شاحنة من البترول كانت يعني عائدة من قطاع غزة، خرجت من البوابة الخلفية لمعبر رفح المصري، وتحدثت مع السائق وسألته عن مدى استمرارية مرور الشاحنات عبر البوابات، قال أنه دخل بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية وخرج اليوم من نفس البوابة. لذلك المعبر ما زال يستمر في استقبال المصابين واستقبال أيضا مزدوجي الجنسية وأيضا خروج ودخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.